أنا دكتور طارق فتحي، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، استشاري الطب وجراحة عيون الأطفال والحول بمستشفيات ومراكز مغربي. أنواع الحول: في الحول الأنسي، العين منحرفة ناحية الأنف، وفي الحول الوحشي، العين منحرفة ناحية الأذن، في الحول الرأسي، يا إما العين منحرفة لأعلى أو العين منحرفة لأسفل. تشخيص الحول يتم بالكشف الكامل الشامل على العين، قياس النظر وقياس حركة العضلات بتاعة العين في جميع الاتجاهات، وفحص قاع العين والشبكية والعصب البصري.